خلينا نبدأ كده من ورا شوية. كان انتقالك للنادي الأهلي أصلا جه ازاي؟ انا كنت بلعب في نادي السكه الحديد، وكنت هداف في الدرجه فرحت منتخب مصر الاول مع كابتن حسن شحاته. بعد كابتن كده حسن رحت بطوله شحاته مع المنتخب الاولمبي اللي هو في سني، انا ما كنتش رحت لسه، فلعبت البطوله دي وخلصت. فكلمني النادي الاهلي، وطبعا ده كان حلم بالنسبه لي كبير ان انا اكون مين موجود في اللي النادي. كلمك بقى كلمني كواليس كده؟ الكابتن عادل القيعي وقال لي احنا عايزينك في النادي، وكان بيدربني الكابتن اسامه عربي. فطبعا ما فكرش، يعني الحمد لله ان كلنا اهلاويه في البيت، فكان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا ان انا العب في الدرجه الثانيه اروح للنادي الاهلي. فطبعا كانت خطوه كبيره بالنسبه لي. راضي عن كل ما قدمته مع النادي الأهلي؟ وانا ممكن ما لعبتش كتير، بس الحمد لله ان انا مثلا عصرت افضل جيل جه في تاريخ النادي الاهلي، ابو تريكه، متعب، بركات، عماد النحاس، مانويل جوزيه. طبعا، فطبعا ان انا اتمرن مع الناس دي وانا كان لسه عندي 20 سنه. واكيد اتعلمت كتير طبعا وقتها. يعني انا استفدت كتير، كان لسه عندي 20 سنه، كنت بلعب مكاني 5 لعيبه كلهم بيلعبوا في منتخب مصر واسامي كبيره، بلال وفلافيو ومتعب واسامه حسني وعبد الحميد حسن. فطبعا بالنسبه لي ان انا اكون منافس للعيبه دي، فطبعا دي كانت حاجه شرف ليا ان انا اكون حتى موجود في النادي الاهلي.